أسامة أنور العكاشة رحمة الله عليه، مش لمجرد إن العمل كان مكتوب حلو كمان، أحيانا بتبقى في أعمال مكتوبة حلوة جدا جدا، بس مين يبرز الحاجات اللي في هذا العمل؟ إيه اللي وصلك للمراحل اللي أنت عايز توصل لها من تلك العمل؟ كانت الممثلين بقى بما إني أكبرهم سنا طبعا، كلنا كنا أسرة واحدة فعلا، برغم العداوات اللي كانت بتظهر وبتروح وبتيجي في المسلسل، إلا أننا كنا بناكل مع بعضينا، بنقعد عارفها ما نقول فركش وحنروح، الكل كان بيزعل، والله العظيم كنا بنزعل، خلاص خدنا على الاستوديو وبيتنا والعيال ويا واد وخص وبس وحاجات كده. فحصلت معايشة غير طبيعية بالنسبة للشخصيات بتاعت المسلسل، وحصل فيها الحب اللي ينهار على الشاشة طبيعي.